طيب خلونا نتكلم اكتر بتفاصيل هذا الملف يعني مع الضيف اللي هينورنا من خلال التليفون الناقد الرياضي الاستاذ رامي رجب. استاذ رامي صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك، صباح الخير يا استاذ كريم، صباح الخير يا استاذ نوال، صباح الخير على كل متابعي قناه الاهلي. صباح الهنا على حضرتك. بدايه كده، شايف ازاي اختيارات ميكالي في قائمه المنتخب الاولمبي؟ حجم رضاك عنها وصل لفين؟ خلينا نقول مستر ميكالي يمكن ما يتولى مهمة المنتخب الأولمبي كان الأداء يعني ما كانش على ما يرام. الراجل طور بشكل كبير جدا أداء المنتخب الأولمبي، قدر خلال الفترة اللي تولاها قدر الحمد لله المنتخب الأولمبي يصل لنهاية بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، وحصل على المركز الثاني بعد خسارته من المغرب وقدم مستويات رائعة. يمكن حمزة علاء حارس النادي الأهلي حصل على أفضل حارس، إبراهيم عادل حصل على أفضل لاعب، وفعلا يعني لا ميكالي بيسير بخطى ثابته مع المنتخب الاولمبي وحقق نجاحات خلال الفتره اللي فاتت دي، وشفنا اداء مميز، شفنا شخصيه للمنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه دي، وده يدينا اللي احنا متفائلين خير ان شاء الله. هذا المنتخب كل المباريات اللي خاضها المنتخب الاولمبي حقق فيها نتائج ايجابيه سواء كانت داخل مصر او خارج مصر، فبالتالي خلينا نقول احنا متفائلين بهذا المنتخب، متفائلين في مجموعه من العناصر الجيده. هذا المعسكر يمكن يعني يمكن اقول لكم الكواليس، كان في اتفاق مع منتخب امريكا هيخد مباراتين المنتخب الاولمبي في هذا المعسكر، ولكن المنتخب الامريكي اعتذر للفتره الاخيره دي عن خوض المباراتين وطلب من اتحاد الكره ان هو كان جاي على حسابه، تذاكر طيران على حسابه، حجز فنادق على حسابه، ولكن اعتذر في الفتره الاخيره من حوالي 10 ايام كده، وده اربك حسابات اتحاد الكوره ومسؤول اتحاد الكوره ومسؤول المنتخب الاولمبي. تمت مفاوضات عدد من المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، نظرا لضيق الوقت كان كل المنتخبات القويه او اللي هتشارك في الاولمبياد او المنتخبات القويه كانت اتفقت مع بوارات وديه، وده اربك حسابات اتحاد الكوره ومسؤول اتحاد الكوره والجهاز الفني المنتخب الاولمبي. تم مفاوضات عدد من المنتخبات الافريقيه في الفتره الاخيره، يمكن منتخب مالي اخرهم كان منتخب مالي من حوالي 4 5 ايام بس، ولكن المنتخب المالي طلب ان وافق على خوض مباراتين مع منتخب مصر هنا، ولكن طلب ان يكون يعني التذاكر والاقامه على حساب اتحاد الكوره، فكان في تحفظ من اتحاد الكوره. في حاليا في مفاوضات حاليا مع منتخب الكونغو، ربما يعني يتم في مفاوضات حاليه ومفاوضات متقدمه، ربما خلال الفتره اللي جايه دي ممكن يتم خوض مباراتين. خلينا نقول لو المعسكر اقيم وطبعا هينطلق اليوم في العاصمه الاداريه، لو ما فيش مباراه وديه خلال هذا المعسكر اكيد المعسكر يبقى بالنسبه للمستر ميكالي هيبقى يعني مش هيبقى مفيد بقدر ما يكون هتخوض فيه مباراه وديه، وخاصه ان انت المنتخب الاولمبي بيعسكر في فتره الاجنده الدوليه مع المنتخب الاول، فميكالي عاوز يستفيد بكل الفترات او كل التجمعات خلال الفتره الجايه انه يخوض فيه عدد من المباريات لاعاده الثقه لتجربه عدد من اللاعبين. يعني اشوف في قائمه المنتخب الاولمبي في 3 وجوه جديده، ودايما هو بيضم وجوه جديده بيدي الفرصه لجميع اللاعبين، ما عندوش حته ان احنا خلاص قفلنا الباب على مجموعه من اللاعبين. ايوه طبعا عنده اقوام اساسي من المنتخب، ولكن هو بيدي الفرصه لجميع اللاعبين حتى لو ياخد لاعب او اثنين او اثنين او ثلاثه وجوه جديده في كل معسكر، ولكن هو عنده قوام اساسي. كل التوفيق لميكالي، كل التوفيق لجهاز المعاون، كل التوفيق للاعيبه المنتخب الاولمبي، عندهم مهمه كبيره جدا جدا جدا. الكابتن شرف غريب في الاولمبياد الاخيره وصلنا لدور ال 16 وخسرنا، ولكن املنا كبير ان شاء الله المنتخب الاولمبي بالعناصر اللي موجوده، بالانسجام اللي موجود، بالتفاهم الموجود، بالاداء المستوى. طيب استاذ رامي، يعني خليني اروح مع حضرتك ونتكلم شويه بصراحه. الاماني موجوده ده ما فيهوش شك ابدا، الطموحي ان هو يبقى موجود اكيد ما فيهوش شك ابدا، ولكن هل حضرتك بمنتهى الصراحه متوقع ان ممكن يحقق هذا المنتخب ميداليه في اولمبياد باريس، ولا احنا بنتكلم ان دي هتعتبر خطوه اولى وان شاء الله نبني عليها بعد كده ان احنا نقدر نطمح لميداليه مع المنتخب الاولمبي المصري، لكن ليس الوضع ان احنا دلوقتي نستطيع، خلينا نقولها بهذا الشكل يعني منتهى الصراحه. بمنتهى الصراحة المنتخب الأولمبي الفترة الأخيرة يا أستاذ نعوان ده شايف إن هو بيقدم كل الماتشات الودية اللي خاضها أو اللي حتى بطولة الأمم الأفريقية اللي خاضها المنتخب الأولمبي، ظهر المنتخب الأولمبي بشكل جيد جدا جدا، قدم مستويات رائعة، أسدت شباك المنتخب الأولمبي في مباراة وحيدة اللي هي مباراة أمام المغرب،
كل المباريات اللي خدها ميكالي مع المنتخب الاولمبي بتدينا مؤشر ان احنا نطمئن لهذا المنتخب اكيد. طيب ممكن اقطع حضرتك بس حاجه بسيطه هنا استاذ رامي عشان النقطه دي انا عايز اتكلم فيها. احنا كنا بنحقق اللي احنا عايزينه ده وفقا للنتائج، ولكن الاداء انا اللي بتكلم عليه برضو استاذ رامي هنا، الاداء هل حضرتك شايفه الافضل حتى هذه اللحظه؟ لان انا بشوف وده وجهه نظري كمواطن مصري ملوش علاقه بالاعلام خالص، ان انا اتمنى فعلا المنتخب بتاعنا يفوز بالميداليه، ولكن الاداء ليس الافضل، النتيجه هي اللي احنا اخذناها لكن الاداء ليس الافضل، فهل احنا كده برضو نقدر نقول نطمن على اللي جاي ولا فرصتنا ما زالت صعبه؟ اتفضل. اكيد وصول ان انت تحصلي على ميداليه في الاولمبياد مع المنتخب اكيد اكيد صعبه جدا جدا جدا، ولكن وفقا للمؤشرات انا متابع المنتخب الاولمبي بشكل كبير جدا، ماتشات كثيره جدا متابع المنتخب الاولمبي، في تطور في الاداء بشكل كبير جدا، في ثقه موجوده باللعيبه عندهم شخصيه، واهم حاجه في المنتخب او المرحله السنيه دي ان يكون اللاعب عنده شخصيه او المنتخب ده عنده شخصيه، ده ظهر في عدد كبير من المباريات اللي خاضها المنتخب الاولمبي، وده عشان كده انا متفائل. هل التوفيق بقى هل في الفتره اللي هيفوت فيها المنتخب الاولمبي في الاولمبياد دي هيبقى اللعيبه فايقه بنفس الفوقان الفتره الاخيره؟ هل هيأدوا نفس الاداء المستوى؟ هل المباريات الوديه اللي جايه هتكون كفيله ان هم تعدوا يعني يكونوا استعداد قوي جدا جدا للاولمبياد؟ دي كلها يعني دي كلها مؤشرات. هل ده يتحقق على ارض الواقع؟ انا بالنسبه لي انا شايف المنتخب الاولمبي مع ميكالي بيسير بخطه ثابته في كل المباريات اللي خاضها، بيقدم مستويات رائعه. انا شايف ان في شخصيه المنتخب الاولمبي، في شخصيه في اداء اللاعبين، عندنا اكثر من لاعب، عندنا ظهر في بطوله الامم الافريقيه الاخيره اللي خاضها المنتخب الاولمبي ظهر بشكل جيد جدا جدا جدا، كل الناس اشادت بهذا المنتخب. احنا عندنا نقاط مضيئه قوي يا استاذ رامي، يعني حضرتك انا اسف المقاطعه، حضرتك ليه شايف يعني ان فرصتنا صعبه وقلت حتى ثلاثه جدا، طالما وبعد كده حضرتك فنت ان احنا عندنا برضو عناصر قوه معينه، يعني ايه الصعوبه يعني وشبه الاستحاله اللي انا استنتجتها من كلام حضرتك؟ صعبه اللي انت هتنافسها برضو يا كريم بشكل كبير جدا، تحدد دلوقتي لسه الموضوع خفيف. ما اختلفناش، انا بتكلم بس على الصعوبه، يعني استاذ رامي بيقول لك ايه ان شايف ان فرصتنا صعبه جدا جدا جدا، الصعوبه دي نظرا لتواضع مستوانا ولا لقوه مستوى المنافسين؟ قبل منتخبات قويه يعني احنا انا متفائل ولكن صعب، يعني هو احنا برضو خلينا نقول يا استاذ كريم عشان تحصل على ميداليه في الاولمبياد الموضوع مش سهل، وده مش معناه ان انت ما تقدرش تحصل على الميداليه. انا شايف ان الموضوع صعب، وفي نفس الوقت انا شايف اداء منتخب الاولمبي يعني يدينا تفاؤل، الفتره اللي فاتت دي يدينا تفاؤل ان احنا ممكن نحقق حاجه، ولكن عشان تحقق الموضوع مش سهل كريم، مش هيبقى ممهد ليك يا استاذ كريم اللي انت تحصل على الميداليه، اكيد الموضوع صعب جدا جدا جدا، ولكن خلينا متفائلين بهذا المنتخب، خلينا متفائلين بوفقا للنتائج. وانا متابع المنتخب الاولمبي عن قرب، شايف لا في تحسن في الاداء بشكل كبير جدا، شايف في لعيبه ظهر بشكل كبير جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه، واتمنى لاتحاد الكوره ان هو يوفر كل اللي اطلبه من كالي خلال الفتره الجايه، مهم جدا جدا الاستعدادات والمعسكرات بتاع المنتخب، كل ما اطلبه ميكالي خلال الفتره الجايه لابد نتحقق لهذا الرجل عشان نقدر نخوض عدد كبير من المباريات الوديه تقدر تجهزنا للاولمبياد اللي جايه ان شاء الله. دي نقطه في منتهى الاهميه. طب تعالى نروح مع حضرتك بقى لمنتخب الشباب، وعايزين نعرف رؤيتك لاستعدادات المنتخب ان شاء الله لبطوله شمال افريقيا، وبالمناسبه ايه مدى الاستفاده فنيا من مشاركتنا في البطوله دي؟ بالتاكيد يمكن يعني كان تم اختيار الكابتن وائل رياض كمدير فني، كان طبعا مع مستر ميكالي كمدرب عام في المنتخب الاولمبي، ولكن يعني تولى مهمه منتخب 2005 منتخب الشباب، هي بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه لمنتخب الشباب. الكابتن وائل يمكن لسه متجمع مثلا من حوالي مش اقل من حوالي اسبوع، ويمكن عمل مؤتمر صحفي اتكلم عن اهميه هذه البطوله، قال انا لسه يعني لسه مجمع المنتخب ده، وطبعا لسه عناصر جديده، في عناصر اول مره تلعب ليه، في طبعا كان في منتخب قبل كده، كان في منتخب 2006 ضم منه عناصر منه موجوده ولعبت مع المنتخب قبل كده، منتخب الشباب، هو فرصه جيده لمنتخب الشباب. هتقابل منتخبات قويه، هتقابل الجزائر، هتقابل المغرب، هتقابل تونس، هتقابل ليبيا، هي وحتى اتكلم الكابتن وائل رياض في مؤتمر صحفي اللي عقده قبل السفر لتونس
انا ما يهمنيش النتائج في هذه البطوله بقدر ما يهمني ان انا اكتشف عدد كبير من العناصر الجيده للمنتخب الشباب. اكيد بطوله مهمه، هي بطوله وديه، ولكن في نفس الوقت اعتقد كابتن وائل رياض عنده الخبرات كبيره جدا، يعني كان مدرب عام مع مستر ميكالي ورحل عن المنتخب الاولمبي في الفتره الحاليه وتولى مهمه المنتخب، كان موجود مع الكابتن شوقي غريب في الاولمبيات الاخيره وعنده الخبرات الكافيه. الكابتن وائل رياض يعني تدرج في موضوع المنتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي في عدد كبير جدا، فعنده الخبرات اللي بتاكد ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله ويكرم هذا المنتخب ان يكون ده المنتخب اللي هيلعب الاولمبيات اللي بعد اولمبيات باريس. فالتجهيزات بدات بدري، وده اللي كنا بنطالب بيه، اللي احنا عشان نقدر نحقق حاجه لازم نجهز من بدري قوي، ولازم نعد من بدري قوي، ولازم نجهز منتخباتنا من بدري قوي قوي عشان تقدر تكتشف عناصر جديده، خاصه عشان تختار لاعب للمنتخب. الموضوع مش سهل يا استاذ كريم، الموضوع طبعا مش سهل يا استاذ نوال، محتاج اللاعب الشاب اللي في المرحله السنيه ده ياخد ثقه كبيره جدا وياخد خبرات كبيره جدا عشان يبقى عنده شخصيه ان هو بيلعب باسم قميص المنتخب المصري. هي المرحله الاصعب، يعني دي اصلا المرحله الاصعب بالمناسبه بشكل كبير. طيب عشان الوقت استاذ رامي برضو لازم نستغل وجود حضرتك معانا، انا عايزه اروح معاك لمعسكر بقى المنتخب الاول ان شاء الله اللي هينطلق مفروض النهارده. رؤيتك اولا لاختيارات فيتوريا، توقعاتك كمان ان شاء الله للماتشين هيبقى يوم 16 19 اعتقد جيبوتي وسيراليون، ايه اللي شايفه ممكن يكون اصعب الى حد ما لمواجهه منتخب مصر في المباراتين اللي جايين يا فندم؟ اتفضل. تمام، خلينا نقول احنا كنا يمكن عملت معاكم مداخله قبل كده وكنت زعلان من اداء المنتخب الوطني، لكن صحيح. اخر فتره اخيره الحمد لله منتخبنا قدر يعني يقدم مستوى رائع في مباراه الجزائر الاخيره، وكنا يعني كنا اقرب لتحقيق الفوز لولا تعادل المنتخب الجزائري في اخر لحظات. قائمه المنتخب الوطني يعني اعتقد ضمه بافضل العناصر اللي موجوده دلوقتي سواء في اللعيبه المحليه او المحترفين. عندنا مباراتين في غايه الاهميه، مباراه جيبوتي ومباراه سيريليون. طبعا سيريليون هاللعيبه في ليبيريا، الملعب بتاع سيريليون مش يعني الاتحاد الافريقي له ملاحظات عليه فما مش هيلعبوا هناك، فاختاروا ليبيريا وده مسافه كبيره جدا جدا، والطياره هيبقى في طياره خاصه للمنتخب الوطني هنلعب يوم 16 وبعدها نسافر على طول لليبيريا لخوض مباراه سيريليون هناك. وخلينا نقول برضو الملعب اللي هيقام عليه مباراه سيريليون هو ملعب نجيل صناعي، فهتبقى امور بالنسبه لمنتخب مصر صعبه شويه، ولكن في النهايه الجيبوتي او سيريليون لا يعني احنا ان شاء الله في متناول اليد، يعني عندنا منتخب قوي، عندنا مجموعه من اللاعبين المحترفين من اقوى المحترفين الموجودين حاليا سواء بقى محمد صلاح، مرموش، تريزيجيه، عدد كبير مصطفى محمد، عندنا لا مجموعه حتى المجموعه المحليه اللي موجوده محمد الشناوي بقى ويعني ومحمد هاني وفي عمر. طب تسمح لي اقول حاجه هنا يا استاذ رامي، معلش هقول لحضرتك على حاجه. طب ما هو السكواد ده هو تقريبا بنسبه 90% نفس السكواد اللي كان موجود يعني العام الماضي او الموسم الماضي، ولم نستطع تحقيق المأمول يعني الجماهير المصريه والمشجعين المصريين. ايه اللي اختلف هذا العام او هذا الموسم علشان انا ابقى ضامن اكتر او عندي يعني زي ما بيتقال كده امل اكبر ان ممكن المنتخب يصل لمستوى اعلى او لنتيجه افضل؟ خلينا نقول يمكن منذ تولى روي فيتوريا المهمه مع المنتخب الوطني، الحمد لله المنتخب الوطني كل نتائجه ايجابيه ما عدا مباراه تونس باستثناء مباراه تونس، يعني خلينا نقول لو عملنا كشف حساب كده لنتائج المنتخب الوطني مع روي فيتوريا حقق فيها نتائج ايجابيه، يمكن تعادل في مباراه وخسر في مباراه واحده، وكل المباريات المتوقعه قدر فيها روي فيتوريا انه حقق فيها النتائج حقق فيها نتائج ايجابيه. وبالتالي لا شايف ان روي فيتوريا عنده مدرب من المدربين اللي عندهم شخصيه كبيره جدا، وده يعني كنا دايما بنشتكي من موضوع اللي احنا ادائنا مش جيد، وكنا بنشتكي ان احنا بنلعب كره بنبقى متحفظين شويه في الاداء بتاعنا او بنلعب كره دفاعيه. لا انا شايف ان في ماتشات كتيره مع روي فيتوريا بدانا نشوف فيها اداء مميز شويه، بقينا نشوف اللي احنا بنلعب مع منتخبات قويه، لعبنا مع الجزائر كان لنا شخصيه، لعبنا مع منتخب بلجيكا تحت قياده روي فيتوريا قدرنا نحقق فوز وكان المنتخب ظهر بشكل كويس جدا جدا، وده يعني احنا املنا ان احنا كمنتخب اول وكاسماء موجوده وكمدرب كبير زي روي فيتوريا واسماء محليه او سواء اللي هم من انديه الاهلي او الزمالك او الانديه المحليه
اسماء كبيره جدا بتلعب في الدوري الممتاز، بتقدم بشكل كويس جدا، او اللعيبه المحترفه. منتخب مصر منتخب قوي، اعتقد هي مباراتين مش صعبه، يعني المباراه الاولى جيبوتي نقدر نحقق فيها، تلعب هنا في استاد القاهره، والمباراه الثانيه ان شاء الله نقدر. وده اللي اتكلم فيه روي بوتيريا في المؤتمر الصحفي، قال انا ما عنديش برضو في الاول وفي الاخر ما عنديش مباراه سهله ومباراه صعبه، ما تعرفش طبيعي. كل المنتخبات دلوقتي في منتخبات افريقيه كثيره جدا محترفين في عدد من الدول الاوروبيه، فبالتالي هو هياخد هناخد معاه خطوه خطوه. اعتقد لو قدر المنتخب المصري يحقق الفوز هنا ويحقق الفوز على سيراليون في ليبيريا، وهم مباراتين في المتناول بالنسبه للمنتخب المصري. تاريخ المنتخب المصري مقارنه بجيبوتي او سيراليون، لا احنا فرق كبير جدا جدا. ما هو احنا كل شويه بنرجع للتاريخ، هي دي النقطه. مش عايز اطول طبعا عشان دي مداخله مش حضرتك تيجي تنورنا يعني. لازم يجي ينورنا بقى في الاستوديو يعني ان شاء الله قريب. بس على كل حال طبعا هنشكرك جدا انا وكريم استاذ رامي رجب الناقد الرياضي الكبير.